بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هنستأنف الحديث عن دور أصدقاء السوء في حياتي في الفترة المبكرة اللي كنت بمر فيها في مرحلة انعدام الوزن. شفنا في الحلقة اللي فاتت ان الشيطان لم يستخدم فقط سلاح الوسواس اللي بيوحي به الى اتباعه افكاره الشريرة علشان يحبطهم ويكرههم في الحياة ويبعدهم عن الطريق المستقيم، لا كمان بيستخدم سلاح آخر هو أتباعه من الإنس. أتباع الإنس دول طوائف كثيرة، أتباع الشيطان من الإنس طوائف كثيرة. أحد أشهر هؤلاء الطوائف هم أصدقاء السوء اللي سلطهم عليا لما لاحظوا حالة انعدام الوزن اللي انا بمر بيه. التف علي عدد منهم وحاولوا يفسدوا علي حياتي. لقوني شاب تايه بحاول امشي في طريق اللي هي زي ما بيقولوا عليها طريق الصياعه يعني، وما عنديش فكرة عن اي حاجة. فبدأوا معايا خديني معاهم للقهوة. والقهوة يا مشاهدي الكرام هي يعني إن كان المسجد هو أول خطوة نحو طريق الصلاح، فالقهوة والكافتيريا هي أول خطوة ناحية طريق الفساد. فخدوني للقهوة وبدأوا يعلموني الطاولة والشطرنج والدومينو الألعاب المعروفة. كنت بشاركهم وتعلمت منهم الألعاب ديت حتى صرت ماهرا فيها، وأنا لحد هذه اللحظة لاعب جيد بالشطرنج. كنت عايز ببحث عن ذاتي الضائعة، إلا أن كان هناك شيء بداخلي غير راضي ابدا عن اللي انا بعمله. كنت باجبر نفسي اجبارا على انها امشي في طريق الضلال، بلويها وزقها وادفعها دفعا لانها تمشي معايا في الطريق ده. نفسي كانت بتقومني، نفسي اللي هي افكاري اللي انا اكتسبتها في مرحلة الطهر المبكرة من حياتي. كنتش راضي ابدا على اللي انا بعمله، لكن في نفس الوقت انا كنت يعني اشتبكت خلاص مع اصدقاء السوء واشتركت معهم في الانشطة بتاعتهم. كنت كل ما احاول اهرب منهم ما اروحش القهوة ولا العب دومينو او نخرج نتسكع او الى اخره، كانوا يقولوا لي الله ده انت لسه صغير. كانوا طبعا مكبليني بكلمات واوصاف بيرددوها من وراء ما كانوا يشاهدونه في الافلام. انت ما زلت صغير، انت لسه ما انتش راجل، انت بس جسمك كبير لكن ده جواك عيل، يعني كلمات الحاجات دي بالنسبة للمراهق وقاع جديد جدا كان يحاول يثبت عكسها، فكان يعمل لهم اللي هم عايزينه علشان يثبت لهم ان هو راجل. في يوم بعد شهور من الانخراط في طريق اللاهدى اشتقت للصلاة. يعني انا ساعة تركتها لكن جوايا بتناديني، وإياكم تفتكروا إن أي واحد كان بيصلي وتارك الصلاة سعيد إطلاقا أبدا.
جواه نداء خفي بيفضل يطرده، يفضل يطرده ليل ونهار وهو قاعد، وكل ما يشوف حد بيصلي بتنزل كرباك على قلبه. ارجع عود لنداء الفطرة، فنداء الفطرة ناداني بعد ما اشتقت للصلاة اتوضيت، وكان جنبنا مسجد نور الإسلام رحت عشان أصلي فيه. صليت وطلعت لقيت على الباب مستنيني أصدقاء السوء. في تلك اللحظة البصرية اللي بتحدد مفرق طريق خطير لمجرى حياتي نزلت علي رحمة السماء بثلاث وقائع، ظاهرها سلبي كل شر وباطنها إيجابي كل خير. ثلاث أحداث حصلت لي، في أحداث كثيرة لكن ثلاثة منهم اللي أنا أتذكرهم اللي أدوا إلى عودتي لطريق جادة الصلاة. المرة الأولى كنت بتمشى مع أحد أصدقاء السوء، خلاص بقى يعني ربنا يرحم عباده ويستر علينا، يعني أنا هنا طبعا مش مكان إن أنا أشهر بيه بأصدقائي حتى لو عملوا أخطاء، أنا بقول واحد وخلاص. فكنت ماشي معاه في الشارع، فمرت بجانبنا بنت. أصدقاء السوء ده حالات كان زمان بدأت تنتشر بقى المعاكسات، فبدأ يعاكسها. أنا كنت أول مرة أمشي مع واحد يعاكس بنات، هي كانت أول وآخر مرة في الحقيقة، لأني ما مشيتش مع حد بعد كده عاكس بنات إطلاقا، وأول مرة كانت تحدث إن أنا يعني إيه أكون شاهد على حادثة معاكسة اللي هو تحرش بالبنات. ليه بقى؟ لأن كانت النساء لهم في قلبي مكانة عظيمة أوي. النساء دول كان منهم أمي اللي عملت معايا المواقف المجيدة على مدار عمري اللي فات كله، واللي من البنات أختي، أخواتي الخمسة وأختي اللي أكبر مني على وجه الخصوص اللي فضلوا وقفوا جنبي حتى في أضعف الأحوال بالبكاء. فإزاي أنا واحدة من بنات الناس، هي يا إما أمي أو أختي، أقف في موقف حد فيه بيتحرش فيها، من أصدقائي بيتحرش بيها. المهم صاحبي ده وهو بيتحرش بالبنت بيقول لها إيه الكلمة اللي بيتحرش بيها عليها، فبيقول لها مجدي بيمسي عليكي. أنا أساسا ما كنتش بصيت ناحيتها ولا عمري فكرت بالشكل ده، لسبب مش نتيجة تقوى فيا قد ما هو إن أنا كنت عارف إن إمكانياتي ما تسمحليش إن أنا أعاكس بنت فتسمعني كلمة أكرهها. فلما صديقي قال لي البنت هذا الكلام، راح جاية ردت عليه وقالت له وده منظر واحد ينفع يسلم على بنت. الحقيقة الكلمة نزلت عليا كالكرباج، كالكرباج أيقظني من غفلتي، ولم أكن أستيقظ إلا بمثل هذه الضربة. لقد نبهني رد الفتاة إلى حقيقتين لم أكن أنتبه لهما. أولا أنني لا أملك الإمكانيات الجسدية التي تشجعني على مجرد التفكير في مثل فعل في فعل كمثل الذي فعله صديقي. نبهني برضو رد الفتاة لحقيقة تانية، هي الانحطاط الخلقي لصديق السوء الذي يتجرأ فيه على انتهاك الحرمات حتى لو كانت البنت ديت من يعني ايه من الجيران او اخت احد الاصدقاء. ثالثا ان الصديق السوء ممكن يورطك في عواقب افعاله اللي ممكن تضرك ضرر كبير، لذلك كان قراري الحازم بالابتعاد عن مثل هذا النوع من الاصدقاء. هو يعني حاليا يعني مازال جار قديم
اعرفه من 50 سنة ولا شيء، لكن خلاص كان ان انا امشي معاه رايح جاي وكده انتهى من بعد الحادثة دي. دي المرة الاولانية والصفعة الاولى اللي ايقظتني جزئيا من الغفلة اللي انا كنت عايش فيها. اما المرة التانية اللي انا عانيت فيها من اصدقاء السوء، واحنا في سنة اولى ثانوي كان ليا صديق سوء، مش عايز اقول اسمه برضه، ما بقبلوش لحد دلوقتي يعني، كل ما اتذكره واتذكر اللي عمله معايا يعني يكرهني في اصدقاء السوء. قال لي في يوم واحنا في الفسحة اللي بين الحصص، قال لي مجدي ما تيجي نشمع السبورة علشان المدرسين لما يجوا يكتبوا يلاقوا الشمع ما يعرفوش يكتبوا على السبورة. انا قلت لكم ان انا كنت شاب ساذج يعني عاش حياته يعني في حضن امه، ماليش في الالعاب دي كتير، فصدقته. فجبنا شمع ورحنا بين انا وهو داهنين السبورة بالشمع. الحقيقة جه المدرسين يكتبهم على السبورة ما عرفوش يكتبهم. المدرسين الطيبين ما علقوش، إلا إن كان واحد المدرسين مدرس الفرنساوي كان يعني قال مين اللي عمل كده؟ فهذا صديق السوء اللي عمل معايا هو بسرعة قال مجدي اللي عمل كده. أنا المفاجأة لسان ألجمت لساني، طب ده أنت مشترك معايا، أقول أنا ومجدي، إنما هو ألقى بالمسؤولية كلها عليا، وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تلقى بالمسؤولية كاملة عليا حتى ألقى عقابا، كان عقابا قاسيا للغاية. ضربني فيه مدرس الفرنساوي ضرب عنيف جدا بالمسطرة حتى كادت روحي أن تخرج، وروحت البيت أنا صرت أبكي بشدة من قسوة من شدة الضرب، لكن كان درس جميل قوي. وغالبا الدروس المفيدة في حياة الإنسان لا تكون مصحوبة إلا بالآلام أو بالدم. المهم أنا كانت قسوة العصا اللي ضربني بيها المدرس خلتني أحجم نهائيا عن مصاحبة هذا النوع الآخر من الأصدقاء. أما المرة الثالثة كان لي بعض الأصدقاء يعني إيه بشوفهم يحسون على الغياب من المدرسة، خصوصا في الفترة قبل الامتحانات شهر مارس، امتحان في شهر أبريل تقريبا أو أول مايو، ففيه على آخر مارس كده ويقولوا لنا ما تحضروش ولا. فجيت انا كنت صحيح ما بحضرش، بس كنت بقى ايه، انا كنت بذاكر طبعا طول السنه، لان السنه دي كانت مرحله انعدام وزن بالنسبه لي، لكن قلت انا الحق نفسي الشهر الاخير ده اذاكر. فبدات اغيب عن المدرسه وايه وعلشان اذاكر واعوض الدروس اللي خدتها تاني يوم. تاني يوم رجعت المدرسه بعد ايه بعد غياب، جه ناظر المدرسة يفتش على الغياب، كنا 4 وقفنا صف وبدأ يسأل كل واحد فينا عن السبب في الغياب بتاعه. فكل واحد اللي يقول أنا خالتي كانت ميتة، أنا مش عارف مرات خالي كانت محروقة، أنا كنت عيان، أنا. وجه زميلي اللي هو كان دايما يحضني على الغياب، لقيته وهو كان غاب بيلعب، لقيته هو ماسك رجله وتصنع البكاء وامام الناظر، والله يا استاذ انا رجلي كانت متعوره. شوف، فالناظر اشفق عليه وصار ايه يطبطب على قلبه، اقعد يا ابني معلش الف سلامه عليك. فجه علي انا وقال لي وانت كنت غايب ليه؟ انا قلت مش هقول الا الصدق وليكن ما يكون. فقلت له كان الناظر بتاعنا كان شديد ومعروف، اللي من زملائي يعني ايه اللي من سني يعني، وده كانوا معايا في المدرسه او كانوا معايا في طنطا وقتها، يعرفوا ان الناظر ده هو الاستاذ خليفه الصعيدي، اشهر واقصى واكثر النظار ومديرين المدارس حزما في تاريخ مصر، الاستاذ خليفه الصعيدي. فانت يا ابني غبت ليه؟ فقلت له انا والله يا استاذ انا ما كنتش عيان ولا كان عندي ظروف، انا كنت غايب علشان اذاكر دروس فاتتني. فقال لي وهي المدرسه
ما فيش فيها دروس بس في منها. قلت له انا متاخر شويه في المذاكره وكنت عاوز احصل المدرسه. قال لي وايه اللي كان اخرك؟ سكت. قال لي عشان كنت بتلعب. سكت. فما ما كملتش كلمتي الا ولقيت 6 صفحات انهالت على وجهي يمينا ويسارا. كنت الوحيد اللي قال الصدق والوحيد اللي اتعاقب. الـ3 مواقف دي حصلت ليا في سنة أولى ثانوي على فترات متباعدة، لكن ما زلت أذكر الفوائد بتاعتها حتى يومنا هذا. الفوائد بتاعتها أدت إلى تغيير مجرى حياتي بصورة جذرية. أولا استفدت منها إن الله سبحانه وتعالى كان قد قدر لي مسارا بالحياة غير اللي عزمت على إن أنا أمشي فيه. حسيت من الأحداث اللي بتحصل إن ربنا بدأت ساعتها أشعر وأفهم، وبدأ عقلي يكبر وبدأت أحس إن ربنا سبحانه وتعالى خلق لي مسار وجعلني أمشي فيه مجبر. ومهما ان حاولت ان انا اغير مساري مش هعرف. وعلشان امشي في هذا المسار منع عني كل المزايا اللي بيتمتع بها الشباب من وسامة وصحة وجمال والى اخره، حرمني منها علشان امشي في المسار اللي هو رايدني ان انا امشي فيه. من الفوائد اللي استفدت منها من خلال المواقف اللي حكيتها طبيعة صديق السوء، غدار وخاين وكذاب، كل همه هو انه يفسد صديقه ليكون سواء بعد ان فشل في ان يصبح جيدا مثله. زي ما المثل يقول تود الزانية ان تكون كل النساء زواني. فهمت بقى طبيعة صديق السوء، ان عاوز صاحبه يبقى زيه، يخيب معاه مش عايز يخيب لوحده. ودي فكرة الشيطان نفسه، هو يعني هو ليه عايز يضلنا؟ عشان ياخدنا معاه في النار مبقاش وحيد. في الحاجة التالتة اللي استفدتها من المواقف اللي حصلت لي ديت هي جمال وروعة ونظافة ورقي طريق الصواب ومن يسير فيه. الحاجة الرابعة هي ان كل من طريق الصواب وطريق الانحراف لها ضريبة لابد انه يدفعها. يعني انت ماشي في طريق وحش هتغلط هتتعاقب، انت ايضا ماشي في طريق حلو زي ما انا قررت الصدق كده وما كذبش على الناظر المدرسة وقلت الصدق فانضربت، برضه له ضريبة. اذا كان طريق الصواب له ضريبة بتندفع وطريق الخطأ له ضريبة بتندفع، فمن باب اولى هكذا انا بدأت افكر، فمن باب اولى ان انا امشي في طريق الصواب، لان طريق الصواب يعني اخرته كويسه بغض النظر عن العقاب المؤقت او العقاب العاجل. العقاب الاجل هو ثمره جيده. طب ما انا امشي في طريق الصواب ومنتظرني ثمره جيده احسن ما امشي في طريق الانحراف وهتعاقب ومش هلاقي ثمرات خالص. هكذا بدات افكر وأوزن الأمور بصورة جيدة، مما جعلني إن أنا أختار طريق الصواب. انتهى العام الدراسي للسنة الأولى الثانوي بأمان ونجحت، صحيح مش بتفوق لكن نجاح معقول أهلني إلى أن أنتقل إلى الصف الثاني الثانوي، وهو المرحلة الأولى من الثانوية العامة، بعد ما استفدت كتير لكن لسه ما نقدرش نقول ان انا يعني ماشي في طريق الصواب تماما. لكن فكريا بدأت اعود الى الافكار الطيبة واعرف انها الملاذ الامن للانسان في حياته بالمقارنة للاختيار الاخر اللي هو طريق الضلال. من الحلقة اللي جاية هنتكلم على الثانوية العامة وملابساتها والأحداث الكبيرة اللي أنا مريت بيها. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.